بحييكم مشاهدينا عم بتابعوا الحال عنا دايما عبر الام تي في. بعدنا باجواء الاعياد يلي بتمنى انه تحمل لكل بيت فرح الميلاد، تحمل كل امل مع بدايه سنه جديده. ان شاء الله ما يكون حمله كثير كبير وارثه كثير ثقيل على 2013، ولكن نحن كناس عنا رجاء عنا امل، بتمنى تكون من احلى ايامنا. امبارح بالحلقة أحد المتصلين طلب نعطيه معلومات عن كفا، حبيت اليوم تكون هيدي المعلومة، وبتمنى يكون عم بيشوفنا وحتى كمان يقدر ياخد كافة التفاصيل. أول شيء بحب أعرف أنه جمعية كفا هي جمعية أهلية لبنانية غير ربحية غير سياسية وغير طائفية، ملتزمة تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والنهوض بحقوق النساء والأطفال. أكيد هي ضد الاستغلال ضد العنف. عندهم خط أمان 24/24 رح يبين على الشاشة، هو 03-018-019، وعندهم كمان إيميل lcc@kafa.org.lb. اكيد رح يمرق التليفون على الشاشه وكمان البريد الالكتروني هيك حتى يتسنى لكل بدهم يعرفوا اكثر عن كفا. وانا بدي اقول لجمعيه كفا يعطيكم العافيه، وبالوقت ذاته انتم بهذا خط الامان عم تتركوا هيك للناس اللي عم تتشجع وتتصل فيكم، كثير من الامان. اما لليوم بدي بلش بالمتابعات. يمكن اكثر شيء ورد انه الضاحيه كانت لاسبوع بدون كهرباء، تبين انه كان في عطل بالكابل وعلى هالكابل الرئيسي في 3 اعطال. من امبارح بعد الظهر المفروض تكون رجعت الكهرباء للضاحيه. اما بموضوع عرمون كمان في ضغط كثير على المخرج يلي هو بغزه منطقه عرمون، مثل ما عرفنا اتخذ قرار باستحداث مخرج جديد، وهون بتمنى ما يكون في سحب كهرباء كتير لكن ما استحدث هالديبار، وأكيد يصير يقدر أنه يوصل لكل البيوت بدون ضغط. اتصالاتكم مشاهدينا مثل كل يوم على 0444444. ألو ألو، الاتصال الأول. ألو ألو، تفضلي مدام. بونجور ست ريبيكا. بونجور، كل عيد وانت بخير. انت بخير، يعاد عليك وعلى أسرة الام تي في كلها. شكرا، ولك ولعائلتك بالصحة، تفضلي. أنا اللي بعثت لك مكتوب، بعثت لك فاكس ست ريبيكا. ايه وصل لي مظبوط، وكثير تأثرت إنك أنت ست جيت من الغربة مع شوية مال حتى تستقري ببلد هانئ. نعم. ولكن للأسف الظروف الحياة عكستك. نعم. شو المطلوب ستنا؟ خبرينا شو بنقدر نساعد نحن؟ أنا صراحة الفاكس وصل يحو موجود قدامي. نعم. ولكن ما كتير يعني الواضح الخط مرات، فيك تختصري لي قضيتك هيك وإن شاء الله منلاقي ندائك اليوم يلاقي أذن صاغية، تفضلي. ميرسي. أول شيء مثل ما ذكرت لك إنه أنا كنت عايشة برا وشوي اضطهدت يعني من قبل اهل جوزي يعني متخلوني انه اكره العيشه معهم هونيك، واضطريت انه اترك. جبت شويه مصاري معي انا لهون على لبنان واستاجرت بيت، فتحت محل، صرت جيب انا اغراض وهيك واشياء، وكان ماشي الحال بالاول وكتر خير الله وكذا وهيك. جبنا سياره، السياره بعد فتره انسرقت، ما عادش قدرت طلعت سياره. انا صار عمري 75 سنه يعني مش ولد العمر كله. ما التقت السياره برا. ما التقت السياره؟ ايه نعم. ما التقت السياره؟ لا ما التقت السياره، رح يصير لها شي سنه ونص تقريبا. نعم ما التقت. وبعدين كان في معي ناس كيف ما كنت كثير توفقت فيهم كمان، يعني استغلوا الفرصة طيبة قلبي وكرمي وكذا وهيك. بلشت الغراض تنقص تنقص، آخر شيء ما عادش قدرت لا جبت غراض ولا جبت شيء أبدا بالمحل. كملت العملية إنه ناس ما بعرف مستقصديني أو شيء كذا، رجع انسرق المحل. يعني ما عادش فيني لا أشتغل هلا برا. وأنا جوزي هلا بيبعت لي مثل نوع من النفقة، يعني بيبعت لي إياها برا، بيوصلوا لهون حوالي تقريبا شي 300 دولار. يعني ما بيدفعوا لي لا أجار البيت لا بيكفوا الموتور شيء. أنا يعني عندي أدوية، أنا كل شهر بدي إياها الأدوية. يعني ما خلينا طريقة إنه اتصلنا بجمعيات، اتصلنا إنه بالنسبة لانكسار الأجار ما حدا بيساعد، إذا مريضة بتعمل عملية وعندك أدوية وكذا. يعني صار لي سنتين عم بحاول ما قدرت أوصل لنتيجة.
يعني صاحبة البيت كتر خيرها انه بعدها مطوله بال علي، بس عرفتني انه انا كنت كثير منيحه وادفع لها بالاول، بس ظروفي عكستني مش طالع بايدي اعمل شيء، انا ما عندي حدا يساعدني. اليوم شو المطلوب؟ اخوي بامريكا اختياريه، نعم. ما فيهم يساعدوني، انشا هن عم بيساعدوا حالهم يعني، واخواتي كانوا يلي هون منيح، اثنين توفوا يعني، كيف ما صفيت لحالي، يعني ما حدا عم بيسال عني بقى من الاصحاب، لانه لما بيبرم دولاب الانسان ما بعرف كيف بتكون. هو هيدا هو الوقت اللي بيكون الواحد بيعرف اصحابه واصدقائه الحقيقيين. مدام شو المطلوب؟ يعني حضرتك مطلوب تامين الاجار مثل ما فهمت من الرساله. الاجار سنتين يعني لآخر على سنتين هيدا الشهر تقريبا. اذا ما دفعت لها اقل شيء اقل شيء سكرت لها 2011 يعني معناتها كل عفشي صار اصلا يلي بقي من العفش يلي ما بعته البقر شوي يعني من العفش هودي مكسوب عليه. قد عليك اجار مدام؟ قد مكسور الاجار؟ اجار علي على سنتين 6600 دولار. نعم. والمحل المكسور عليه 2500 دولار يعني هو 8000 دولار. نعم. نعم. هو 8000 دولار. نعم. ايه هلا هو مش المفروض كل المبلغ يتأمن مثلا تنقول انه انا مثلا من كانون الثاني ببلش جوزي يرجع يبعث لي هالشهر بصير بدفع، بس بدي لاقي شغل، اذا ما لقيت شغل برجع من نفس القصة يعني هيدي المشكلة، يا اما برجع بفتح المحل وبقعد انا بالمحل وبقدر طلع مصروفي مع اللي بيبعث لي اياهم جوزي، بس هلا يعني امبارح تلفنت لي قالت لي خلص انا ما بقى فيني بدي انزل راس السنة، بتنزل هي من الشمال، بدي انزل راس السنة اذا ما قبضت بدك تطلعي برات البيت تاخذي ثيابك وبتفلي، لوين بدي اروح ما بعرف. حضرتك عن جد يعني وضعك كثير كثير حساس. نعم. وانا جد حبيت انه اتصل بالاستاذ الكبير اللي قلبه كبير فنان عاصي الحلاني. نعم. بس انا ما لي وصول لإله، انا بعرف انه بحب يساعد وكذا، هلا ما بعرف شو بدي اقول لك، انا مين بيقدر يساعدني؟ انا بكون كثير ممنونه تارجع من اول وجديد وقاف على اجري، ما بدي اعيش بالياس اللي انا عايشه فيه، صحتي عم تتدهور، يعني اذا تدهورت صحتي ما بعدش فيني انا طبب حالي حتى. نعم. كثر خير الله انه بعدني هلا واقفه على اجري وعمري منه صغير يعني 75 سنه، اتبادل باخرتي واطلع من بيتي واتشرشح. طبعا. فهيدي قضيتي انا عرضت عليكم، انا بعرف انه الام تي في بحبوا يساعدوا وعندكم نوايا كثير حسنه. يعني انا طرحت قضيتي قدامكم، شوفوا انتم شو بتقدروا تعملوا، او اللي سمعني بيقدر يساعد تكون كثير ممنونه والله بيعود عليكم. نحن هيدا يلي بنتمناه وكتار يعني بحبوا خصوصا على الاعياد. نعم. في كتار ما بينطروا الاعياد يعني هن عند اي حاله، وانا بشكرهم دائما انه بيتجاوبوا مع اي نداء. نعم. انا بشكرك وبدي اقول لك ما تيأسي ابدا، لانه دائما في انسان عم بفكر باخو الانسان، اوعى تفتكري انه ما في حدا ايد دائما بتنمد. وانا هون بتمنى على الفنان عاصي الحلاني لانك انت حضرتك ذكرتي، نحن كمان بمصداقية رح نتصل فيه، وبعرف انه هو سفير كمان لدى الامم المتحده لقضايا كمان انسانيه، واكيد من المشاهدين يلي بحب يساعد هالست، نحن بالامكان انه نتواصل معكم وان شاء الله خير. اهلا وسهلا فيكي مدام. اهلا وسهلا فيكي. وهون بحب اقول لتوني سعادي يلي دائما عم يتصل يلي عنده ولدين معوقين، لما نحن عرفنا قضيته وطرحناها على الهواء في اشخاص اتصلت فينا واعطيناها العنوان، واللي بدي لكم اياه انه توني ما عنده تليفون وساكن شوي بالجبل محل بعيد، واليوم عم يشتهي البيش دو نويل، يعني اولاده مشتهيين البيش دو نويل، ما بعرف بهالمنطقة يعني انه ما في حدا يأمن لطفل بيش دو نويل. بتمنى اذا حدا راغب كمان يدخل هالبسمة زيادة لعائلة توني، نحن كمان مسعدين نزودهم بالعنوان. كمان حنان اتصلت وبتقول صار عندها بيت، ولكن اليوم هي بحاجة انه ترمم هالبيت، انه تفرشه، انه تقدر تعيش، لانه عندها عملية جراحية وعندها بنتها كمان هي مسؤولة عنها وبعدها قاصر. بتمنى اذا في حدا من المشاهدين حابب يساعد، نحن مستعدين نوصل هالمساعدة بكل تجرد وبنشكرهم سلف. بناخذ اتصال جديد. الو 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 تفضلي تفضلي مدام. ايه بونجور حبيبي. بونجور. وعليكي حبيبي. بالصحة تفضلي. ما بعرف قبل شوي إذا حكيتك لأن صار يفوت خط تاني، حنان معك. ايه هلا كنت عم بحكي عنك حنان، تفضلي قولي لي كيف صار الوضع عندك، تفضلي. الوضع إنه بتشكر مدام منى مسلم اللي وقفت حدي وساعدتني لأخذ البيت. نعم. بس وضعي بالارض يعني ما عم بقدر اني اروح واجي، ما معي الف بدبر مع الشغل، انا ساخنه وبنتي ساخنه، اخذتها على المستشفى من 3 ايام وقدرت ما اقدر اجيبهم، ما عندي لقمه اكل بالبيت، قاعده حاطه فرشه وقاعده انا وياها، يعني ما في مواصلات لروح ابرم على الشغل، وصحتي لورا عم تتدور، لا ما عم بقدر اتعالج واخذ ادويه.
بتمنى بس انه واحد يقدر يوقف حد بس يقدر يوقف على اجري انا وهالبنت. يعني صدقيني ليله العيد انا وياها قاعدين نحب وعشق معها لحالنا ما في شيء. حنان نحن بشكرها ومسلف للست منى يلي هي اهتمت فيك، وانا بعرف كتار يمكن بعد راغبين انه يهتموا. ان شاء الله خير، ونحن رح نعطيهم عنوانك اللي بيتصلوا فينا، وبتمنى انه يكونوا كتار حتى تقدر تستمري بحياتك هيك تعيشي بكرامه انت وبنتك. اهلا وسهلا فيك. اتصال جديد. الو، منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في. اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور، كيفك مدام ربيكا؟ نشكر الله، تفضل. ان شاء الله بنعيد عليك بالصحه والعافيه عليك وعلى الام تي في. لك ولعائلتك كمان، تفضل. ماشي، بدي اقول لك مدام ربيكا، كان في تمثال مارييس على مفرق قدمة على الاوتوستراد. نعم، حاطينه هونيك صار له 25 سنه التمثال. نعم، راحوا ظبطوا الطريق غيروه هيك وشالوا التمثال وما عادوا حطوه. يعني نحن كنا على طول بس نقطع نصلي بايدنا على وجهنا بحمايه مارييس وهيك. نعم، شالوه 25 سنة وما عادوا حطوه. يعني احنا نعرف وين صار وين شالوه. اوكي، نسأل البلدية لنشوف شو القضية. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. اتصال جديد. ألو، تفضل. بونجور. بونجور. أول شيء ينعاد عليكم. وعليك، تفضل. بدي أقول لك نحن عندنا محل، عندي فارماسية على دوار السياد. نعم. وعندنا مشكلة الطريق هون، كانوا عاملين مشروع عم بيفتحوا عم يظبطوا الطريق كل الرونبوان سياد. مظبوط. مبدئياً متعهد تخلص والطريق بعدها مسكرة. وأنتوا أكيد يعني كفرمشية مفروض إنه تكونوا فاتحين، ما هيك؟ مظبوط. حتى الناس قدرت توصل. مش بس أنا، في سنتر كامل، يعني في فرن، في صيدلية، في صالون، في كذا محل. هلا المشكلة نحن إنه حكينا مع المتحد سألني قال إنه مجلس إنماء والعمار ما عم بيدفعوا له. اوكي، طيب انه اذا ما عم يدفعوا له يعني شو ما بيفتح طريق؟ ها هي هلا الطريق خلصت. انه عم بقاصص مين يعني ما بفهم انا. نحن تمانينا بنتعهد انه كان اذا في مجال يفتحوا لنا الطريق قبل العيد. نعم، والمشروع خلص كله سوا، كان المفروض يتسلم على اخر السنه. نعم، هلا المتعهد ما عم بيفتح الطريق لانه الدوله او المجلس والعمار ما عم بيدفع له. اوكي، نحن علقين بالنص يعني بهالموضوع. على كل حال نحن رح نحكي الانماء والاعمار بهذا الموضوع. موضوع ثاني كمان هو انهيار تشقق الاشغال، يعني شققت حائط على ملعب مدرسه بوزونسون بالحدث، وهيدا الشيء بكره الطلاب بدهم يرجعوا يفوتوا على المدارس، اكيد يعني في قلق. اهلا وسهلا فيك، معك حق، خصوصا يعني فتره اعياد يعني، والناس يعني هلا الفرن والصيدليه هودي كل يوم، مش بس بالاعياد بس السانتر كمان، وخلص الطريق يعني اي متى السانتر كمان بده يشتغل. معك حق، ان شاء الله صوتك بيوصل للماء والاعمار. اهلا وسهلا فيك. اتصال كمان. الو، اهلا معك مدام. يا اهلا فيك. يا اختي الله يديمك وطول عمرك وضل بصحتك على هالبرنامج اللي طل شكاوى الناس. يا اختي نحن بزق مكاير في كذا حايب الكهرباء. نعم، نحن بتجي فواتير الكهرباء كذا فاتوره من البلديه منطقة بتجي 170 180 ألف، منطقة بتجي 130 140 ألف. ليش يا عمي؟ البلدية لأن في منطقة قريبة على بكركي بتاخذ من خط بكركي قليل تيأسي عليها تقنين، ما بتنطى فيها كهرباء كثير. نحن من سوء حظنا بتنطى عنا أكثر الكهرباء بدفعونا زيادة، نحن مش قادرين ندفع لا عن بكركي ولا عن حدا. نحن بدنا مساواة بالموضوع، وشوفوا شو بدهم يعملوا لنا، ما قادرين نحن جميعا بنزق مكيل كثيره من جميع النواحي من الخدمات، مش قادرين نتحمل فوتير كهرباء عم كركي. ما بعتقد هذا هو الموضوع، يعني قايلين نحن رح نتاكد منها، يعني بكركي منا عايزه حدا يدفع عنا، بس يمكن اذا خط بكركي ما بينقطع اكثر من غيره ممكن، بس الكل بده يدفع حق الكهرباء، الكل بكركي بتدفع فاتوره الكهرباء وكل انسان، بس اللي عم بيصير انه حسب ساعات الكهرباء، عرفت؟ يعني حسب ساعات التغذية عم تنحسب. على كل حال نحن بنبحثها مع كهرباء لبنان وبنشوف. أهلا وسهلا فيك. بنشوف صورة اليوم كمان وصلت على فيسبوك الحل عنا. يعني ليكو أولمبياد لندن يعني شيء مهم كتير لكم، نحن وين بعدنا بشتى لبنان. يعني أكيد قبل الأعياد يعني كان في 4-5 أيام ما في يخبر، بعدنا لهلا الناس ما نسيتهم.
الوحل، المي، الانهيارات، حتى في كتير انهيارات صارت ببلدات لبنانية. نحن اليوم كان مفروض نحكي مع معالي الوزير غازي العريض لنشوف شو الموضوع، ولكن عرفنا أنه ممكن اليوم بالمجلسة يكون في مسح لكل الأضرار نتيجة العاصفة الأخيرة. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.